بالنسبه للبونز اوف ذا لور ليمت، الهيب بون عندنا ساكرال كوكسيكس عاملين البلفس، الهيب بون جايه لاترال وانتيريور، الساكرال والكوكسيكس جايين بوستيريور. عظمه الهيب عندنا فيها 3 بونز، ايليوم وكيوبس واسكيوم. اللي جاي فوق هو الإيليوم، اللي جاي انتيريور هو البيوبس، واللي جاي بوستيريور هو الاسكيوم. الإيليوم والبيوبس والاسكيوم يتلاقوا مع بعضهم في الاسكابيولم اللي هي يخش فيها الهيب اوف ذا فيمر فور ارتكيليشن في الهيب جوينت. عظمة البيوبس تلقاها دائما تشبه المثلث، عظمة الاسكيوم نص دورة، والإيليوم زي المربع أو المستطيل. عندها أربع زوايا، هذه زاوية anterior superior iliac spine، anterior inferior iliac spine، posterior superior iliac spine، posterior inferior iliac spine. عندنا iliac crest، iliac tubercle أو tubercle. هذا surface يسمى outer surface of the ilium، وعندنا هذا inner surface of the ilium. ينعرف الهيب بون عن طريق الاستابيلر، لازم تكون لاترال، لانه ما فيش استابيلر. في خط هنا اسمه arcuate line، ectinian line، iliopectinian line اسمه، iliopectinian line. فعظمة الهيب تنعرف انه لازم يكون استابيلر لاترالي، لازم الكيوبس يكون anterior، الاليوم يكون فوق. فبالتالي عظمة هذه right hip bone. في فورمن تسمى اوبتريتور فورمن جايه بين البيوبس والاسكيوم، هذه اسمها اوبتريتور فورمن. اذا هذا الاليوم، بيوبس، اسكيوم، كل عظمه لها اجزائها. اخذنا الاليوم زوز انتيريور، واحد سوبيريور واحد انفيريور، هذا انتيريور سوبيريور وهذا انتيريور انفيريور سباين، زوز بوستيريور، بوستيريور سوبيريور، بوستيريور انفيريور سباين. هذا اللي كريست في الكيوبيكل اوتر سيرفيس، وداخل الانر سيرفيس اسمه اليك فوسا، هي هذه تسمى اليك فوسا. الاستابيولا في هنا نوتش تسمى استابيولا نوتش، نوتش هذه يتسرب من خلالها ارتري مش يخش للهيب فيمر. الفيمر فيها فوفيا كابيتس، هذا مكان تشيل فيه ليجمنتم تيرس، ليجمنت اللي يخش منها ارتري تو هيب فيمر. وبالتالي هذا النوتش اللي يخش خلال الارتري، ارتري تو هيد فيمر، في فايبرو كارتريج هنا يسمى استابيلر لابرام، سكر على السابيلر ومخلي ليجمنت هنا اسمها ترانسفيرنس استابيلر ليجمنت. اذا استابيلر نوتش هي عباره عن الفراغ اللي موجود في الاستابيلر، عليه ليجمنت اسمها ترانسفيرنس استابيلر ليجمنت. عظمة البيوبس عندها superior ramus، inferior ramus، عندها pubic tubercle مهمة جدا، وعندها pubic crest. crest، superior ramus، inferior ramus، pubic tubercle. أما الاسكيل في شيء هم اسكيل spine، اسكيل tuberosity، واسكيل ramus. الاسكيل سباين فوق منها جريتر ثيرتيك نوتش، تحتها لسر ثيرتيك نوتش، هذه عظمة الهيب. بالنسبة لعظمة الفيمر، الفيمر عندها هيد وعندها نك، عندها زوز تروكانتر، جريتر تروكانتر، عندها لسر تروكانتر، عندها شافت يسمى حتى بادي اوف ذا فيما، هيد، نيك، جريتر تركانتر، لسر تركانتر، وعندها شافت. عندها تو كوندايلز، ميديال كوندايل، لاترال كوندايل. العظمه هذه في لاين اسمه انتر تركانتريك لاين بتوين جريتر اند لسر تركانتر. في فصة هنا تسمى تركانتريك فصة على خاطر في تركانتر، او تسمى اوبتريتور فصة على خاطر فيها اوبتريتور اكسترنال مصر تندم. إذا هيد اللي فيه فوفيا كابيتس،
فوفيا اللي هو كان مشكلة الارتري شافي ليجامنت هيد وادي الفوفيا كابيتس نيك جريتر بروكانتر بروكانتر فوسا لسر بروكانتر بينهم انتر بروكانتر لاين. لما تقلب الفيمر تشرح فيه كريست اسمه انتر بروكانتر كريست وخلف اغلب من قدام هذا انتر بروكانتر كريست وهذا انتر بروكانتر لاين. لعد ما تنعرف من قدام يكون سموث سيرفيس من خلف في خط يسمى ليني اسفرا. خط هذا ليني اسفرا لو تبعت معي ليني اسفرا تعطيك ميديال سوبرا كوندايلر لاين لاترال سوبرا كوندايلر لاين. فالخط نفسه ليني اسفرا ينقسم لنزوز بين ميديال سوبرا كوندايلر اند لاترال سوبرا كوندايلر بينهم سيرفيس سموث هو البوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر كوبليتيال على خاطر الكوبليتيال فوسا. So this is the posterior surface على خاطر ليني أسفرا. So ليني أسفرا medial and lateral supracondylar line تنعرف عظمة الفيمر لأن الهيد لازم يكون medial والأسفرا لازم تكون posterior والهيد طبعا جاي فوق. So هذه رايت فيمر يمكن قدام الفيمر عندها سيرفس من قدام هني حتى هو واضح السيرفس هذا هو اسمه باتيلر سيرفس ارتكوليشن بتاع الباتيلا. فهذا سيرفس اسمه باتيلر سيرفس ومن خلف عندها سيرفس اسمه بوبليتير سيرفس. في عندنا فصة اسمها انتر كوندايلر فصة وكل كوندايل معها ايبي كوندايل بمعنى لاترال كوندايل معها لاترال ايبي كوندايل الميديال كوندايل معها ميديال ايبي كوندايل وفي تيوبكل مهمة جدا تسمى الدكتور تيوبكل. كيف تلقاها؟ شايف انت ليني اسفرا هيعطيك لاترال سوبرا كوندايلر لاين ميديال سوبرا كوندايلر لاين ينتهي في تيوبكل تسمى الدكتور تيوبكل. هاي تفاصيل عظمة الفيمر. اذا عظمة الفيمر زي ما شايف هي بسيطة عن قرب هذا الفوفيا هذا الهيد وهذا النك هذا التروكانتر الفصة جريتر التروكانتر لسر التروكانتر انتر كوندايلر انتر التروكانتر كريست ومن قدام انتر التروكانتر كلاين هذا الشافت. اوكي هذا تيبرستي او تيبرستي اسمها جلوتيال تيبرستي او جلوتياس ماكسيموس هذا لاين اسمه بكتينيال لاين. بالمناسبة هذه العظمة لازم تعرف حاجة ان اللونج اكسس اوف ذا نك واللونج اكسس اوف ذا شافت بينهم انجل 120 125 126 حسب الثبات. المهم الزاويه هذه لازم تكون هيك لان لو نقصد اقل من 90 تولي حاله اسمها كوكسا فارا ولو زادت فوق ال 140 تسمى كوكسا فالبس. عظمه التيبيا وعظمه الفيبيولا. التيبيا لما تجي تشرحها عندك فيها زوز كوندايل هذه ميديال كوندايل وهذه لاترال كوندايل بينهم ايمينس اسمه انتر كوندايلر ايمينس بروزكي. هذا شافت ينتهي بحاجه اسمها ميديال ماليوس لان الفيبيولا تنتهي بحاجه اسمها لاترال ماليوس. هذا الهيد اوف ذا فيبيولا نيك اوف ذا فيبيولا شافت او بادي ولاترال ماليوس. الفيبيولا في النيك بتاعها عندها كومن كورنيال نيرف يلف عليها فكسر في النك فيبيولا يدير انجري في كومن كورنيال نيرف وفوت دروب. اذا هذا بالنسبه للتيبيا. التيبيا هنا بالضبط فيها جروف في الميديا المشهور جروف في الميديا الكوندايل هذا فيه انسيرشن تاع سيمي ممبرينوسس سيمي ممبرينوسس وفيها هنا اس جي اس انسيرشن تاع ثلاثة مصل سارتوريوس جراسيريس اند سيمي تندينوسس. عظمة الباتيلا ارتكوليت مع الفيمر في الني جوينت. عظمة او بونز بتاعت الفوت احنا عندنا في الفوت سبعة تارسال بون خمسة ميتا تارسال بون وعندنا الفالنجز. نبدو هذا البيكتو في ديستال اند بروكسيمال فالنكس باقي التوز ديستال ميدل بروكسيمال وهكذا بروكسيمال ميدل وديستال. سو كل تو عنده 3 فالنجز الا البيك تو عنده 2 فالنجز ديستال اند بروكسيمال. ميتادارسال بون without names يعني first ميتادارسال second ميتادارسال third fourth
تسمى من البيج توب، هذا أول مثل تارسل. عندنا التارسل بونز سبعة تارسل بون، سبعة هادو كالآتي. أول ما تشفى عظمة تيلس من فوق، هذو كلها اسمها كالكينيوس، تيلس آن كالكينيوس، هذي ما عظم تيلو تيلس كالكينيوس. عندك عظمة بالطول، شفت السبعة صغير، عظمة بالطول هيك كيوبويد، عظمة بالعرض اسمها نافيكولار بون، اللي هي القارب يعني نافيكولار بون كيوبويدر بون، مع كالكينيوس، هذا كالكينيوس وهذا تيلس. إذا 5 من التارسال بونز، تارسال بون هم 7، تيلس كالكينيوس كيوبويد نافيكولار اند 3 كيونيفورم. كيونيفورم الثلاثة هذو ميديان ولاترال وانترميديت كيونيفورم. اوكي، هذا بالنسبة لي بونز بتاعت اللور ليمب. المصل اتاتشمنت نبدأ بالأصعب شوية، هذه الهيب بون عليها مجموعة مصل اتاتشمنت اوريجينال انسرشن. باش ناخذ المصلز قبل لازم نعرفوا من عندنا مصل في اللور ليمب. أولا نبدأ بالجلوتيال ريجن. الجلوتيال ريجن نبدأ بها فيها 9 عضلات. يعني لو شرحنا بالنسبة للاور ليمب تفصيلتها 9 عضلات في الجلوتيال ريجن. لو شفنا من الباك هذا الجلوتيال ريجن، هذا الثاي، وهذا الليج، وهذا الفوت. في الجلوتيال ريجن وي هاف 9 muscles، في الثاي وي هاف 16، ليج 14، فوت 18. بالتالي 9 عضلات في الجلوتيال، 16 في الثاي، 14 في الليج، و 18 عضله في الفوت. كيف القسمات؟ بالنسبه للفوت القسمات على 4 طبقات. بالنسبه للليج عندنا 3 compartment، والثاي عندنا 3 compartment. compartment of the thigh عندنا anterior و posterior و median بالنسبة للthigh، بينما الليج anterior و posterior و lateral. So we have 3 compartment of the thigh، 3 compartment of the leg، وعندنا 4 layers of the foot، 4 طبقات بالنسبة للfoot، 3 compartment بالنسبة للleg، 3 compartment of the thigh. ونبدأ بالجلوتيال ريجن اللي عندنا 9 عضلات. كيف مرتبات 9 عضلات؟ أولا لو جينا للتشريع، أوكي جلوتيوس ماكسيموس، أول عضلة هي جلوتيوس ماكسيموس، العضلة الثانية تنسور فاشيا لاتا. المصل هذه هي مصل تشخص الاليوتيبيال تراكت. فاشيلاتا هي على هنا، هذه فاشيلاتا هي دي فاشيا اوف ذا ثاي. فاشيلاتا في عضله يعني تديرها تنشن، سموها تنسور اوف فاشيا لاتا، بدل ما كلمه اوف تسمى تنسور فاشي لاتي، يعني تنسور فاشيا. هذه عضله. الثانيه جلوتيوس ماكسيموس، هي اكبر عضله جلوتيوس ماكسيموس، تحتها جلوتيوس ميديا، صحيح مقصوصه بين زوز، هذه جزء منها وهذا جزء، هي اسمها جلوتيوس ميديا. تحتها جلوتيوس مينيموس، وهذا شفناه بكري تنسر فاشيات. سو هذا 4 مسلز من 9، نقول 9 في الجلوتيوس ريجن. جلوتيوس ماكسيموس حولناها، هذه بقتها بس البقيه بتاعها. جلوتيوس ماكسيموس، جلوتيوس ميديا، جلوتيوس مينيموس، وتنسر فاشيات. هذه من 4 عضلات. في 5 ثانيات منهم عضلة مثلثة بايريفورمس، في جيميلس، جيميلس مع التوأم يعني، في زوج جيميلس، هذه وهذه، جيميلس سوبيريور، جيميلس انفيريور، بينهم اوبتريتور انترنوس مصل خضر، هذه تندم بتاعها اوبتريتور انترنوس، وعضلة مربعة على الفيمر تسمى كوادريتوس فيمورس. مش نحفظهم؟ عضلة مثلثة اللي هي بايريفورمس، مربعة كوادريتوس، زوز جيميلس سوبيريور وانفيريور، وابتريتور انترنس. 9 عضلات هذول شلون؟ طب هذه جلوتيوس ماكسيموس، هذه جلوتيوس ماكسيموس، وعندنا
هذه الجلوتيوس ميديس وهذه الجلوتيوس ميديس، هذه المثلثة بيرفورمس، هذه المربعة كوادريتوس فيمورس، جيميلس سوبيريور، جيميلس انفيريور، وابتريتور انترنس، وهذه عليها الجلوتيوس ماكسيمس من فوق، وهذه تنسور فاشيلاتي. سواء الطبقات هي في الجلوتيوس ريجن، أول طبقة بتواجه الجلوتيوس ماكسيمس وتنسور، ثاني طبقة بتقابل الجلوتيوس ميديس، ثالث طبقة مينيمس والبيريفورمس وجيميلس سوبيريور وانفيريور وابتريتور انترنس وابتريتوس فيمورس. بعضات هذو ناخذهم اورجن مايند سيرش. نبدو بحالات المهمة، مثلا جلوتيوس، سواء كانت جلوتيوس ماكسيمس أو جلوتيوس ميديس أو جلوتيوس مينيمس، حيشدوا في الأوتر سيرفيس أوف ذا إيليوم، يعني الإيليوم من برا، أوتر سيرفيس أوف ذا إيليوم هذا أورجن. المينيمس يكفيها الأورجن، مينيمس، أوتر سيرفيس أوف ذا إيليوم. الميديس يكفيها أوتر سيرفيس، لكن ماكسيمس ما زال تاخذ من النيم، تاخذ من عظمة الساكرم والليجمنت اللي جنبها زي ساكرو تيوبرس ليجمنت هو تاخذ منه اورجن. سو وطبعا بالذات تنسر فاشيلات، هي تنسر فاشيلات حتى هي شاده في الاليك، لكن في الاليك كريست هنا. سو الاورجن من جديد تنسر فاشيلات شاده في الاليك كريست، جلوتيوس ماكسيموس اوتر سيرفيس مع ساكرم وليجمنت، ميديوس فينوس فقط اوتر سيرفيس. اوكي جيميلا السوبيريور، هي سوبيريور هي اسكيل سباين، اس جيميلا السوبيريور اسكيل سباين، جيميلس انفيريور وكوادريتوس فيمورس، هذه مزوجه ذات اسكيل تيبرستي. اذا هذه كوادريتوس تشد اسكيل تيبرستي طلع، جيميلس انفيريور اسكيل تيبرستي، جيميلس سوبيريور شد اسكيل ايش سباين. راح اوبتريتور انتيروس شوفوها جايه من داخل البلفس، يلقى من داخل اوبتريتور ميمبرين والبونز اللي جنبه طلع اوريجن. بايريفورمس واضح انه جاي من قدام الساكرم، تطلع من السكن والثيرد والفورد بيس، يعني من كاتب وسطيات. اذا بايريفورمس مصر طالع من قدام الساكرم، اوبتريتور انترنس من داخل اوبتريتور ميمبرين، جيميلس سوبيريور اس اسكيل سباين، جيميلس انفيريور كوادريتوس طالع من اسكيل تيبرستي. هذا الاوريجن بتاع 9 عضلات. ذكركم على السريع من السهل جدا تاخذه ماكسيموس ميديوس مينيموس وتنسور من الايليوم من برا، جيميلا السوبيريور اسكيل سباين، انفيريور وكوادريتوس اسكيل تيبرستي. شنو قاعد بس بايريفورمس من داخل الساكرا من قدامه يعني، وبتيتر تنس من داخل الكريتيك مبرر. نتكلم طبعا السيرش، لو جيت تشوف معنا كوادريتوس تقريبا في الكريتيك تركانتر لانها تشابه في كوادريتوس تيبرستي معاها، لكن البقيات كلهم في الكريتيك تركانتر. بمعنى بايريفورمس، جيميلس سوبيريور، اوبتريتور انترنس، جيميلس انفيريور، كلهم في الكريتيك تركانتر. ايضا جلوتيوس مينيموس، جلوتيوس ميديوس، كلهم في الكريتيك تركانتر. اذا من قعد لي؟ قعد لي عضلتين بس اللي برا، ما اول لاير. تنسر فاشيلاتا شد في تراكت يسمى ايليوم تيبيال تراكت. الماكسيموس ثلاث ارباعها زي ما شايفينها، ثلاث ارباع العضله شاد في الاليو تيبيال تراكت، بعد منها ربع فهو عند جلوتيال تيبركل بكري في البول، جلوتيال تيبرستي او جلوتيال تيبركل. اذا بالسريع يعني افضل شيء تفكروا بالكومن، بمعنى مثلا تقول لي والله كل جلوتيال تقريبا شدات في الاوتر سيرفس، وهذا تقريبا في الاسكيل، اما هو الانسيرشن كلهم في الجلوتيال تركانتر كلهم الا الماكسيموس والتنسر مقطوعات. شوف في الاليو تيبيال تراك تقريبا فيه هذا اوريجن انسيرشن، قاعد ينافسه لايف اكشن. خمسه هذا ماما اسمهم لاترال روتيتور اوف ذا ثاي، واضح لو شد في الجلوتيال تركانتر يطلعوه جهه اللاترال. سو لاترال روتيتور اوف ذا ثاي بمعنى تخصصهم لاترال روتيشن. في عضله معاهم اوبتريتور اكسترنس اللي عامله فصه اسمها اوبتريتور فصه، هذول 6 عضلات تحفظهم اسمهم لاترال روتيتور اوف ذا ثاي. كيف نحفظه؟ زوز جيميلس اللي هم سوبيريور وانفيريور، وزوز اوبتريتور انترنس واكسترنس، وزوز اشكال هندسيه مثلث ومربع اللي هي بايريفورمس وكوادريتوس فيمورس. هذول 6 شيء يديروا لاترال روتيشن اوف ذا ثاي، قاعدين فوق 4
من عندي مينيماس وعندي ميدياس، اهم اكشن لهم ضروري تحفظوه. المينيماس والميدياس هذو اولا يعملوا ابدكشن اوف ذا ثاي، ابدكشن اوف ذا ثاي. ثانيا يساعدوا انك انت ترفع رجلك اثناء الحركه، بمعنى انت واقف على رجلك اليسار ترفع رجلك اليمين، العضلات اللي في الرجل اليسار الميدياس والمينيماس هم يرفعوا البلفس، بيديروا له تلتنج اوف ذا بلفس، وبالتالي الاكشن بتاعهم they tilt the pelvis to assist walking، باش تساعد في المشي. اذا minimus و medius اهم اكشن لهم الاب abduction، باقي العضلات اهم اكشن لهم lateral rotation. قعدة الماكسيمس ولا الماكسيمس تعمل extension of the hip، هي والتنسر عن طريق التراكت يعمل حتى extension of the knee. so extension of the hip و extension of the knee عن طريق التراكت. اللي برا مدهم طبقات احسن مني. اول زوز قدامك اكستنشن. الزوز اللي بعده ميديوس ومينيمس ابدكشن. لما زوز زوز اربعه. خمسه اللي بعده لاترال روتيشن. هيك ضمنت الاكشن، عندك النيرف سبلاي. شوف الجلوتيال قبل اربعه هم. عندك تنسور، جلوتيوس ماكسيمس، جلوتيوس ميديوس، جلوتيوس مينيمس، كلهم يحبوا انهم ياخذوا سبيريور جلوتيال نيرف كلهم. الغريب ان اعلى عضله هي ماكسيمس تاخذ الانفيريور جلوتيال. هي ماكسيمس اعلى عضله لكن واخذه انفيريور جلوتير نيرف. اذا شباب لما تجي تراجع الجلوتير ريجن اهم شيء اللي بقوله تبعه تحطه في دماغك اللي هو لو جيت فكرت التنسور والماكسيمس والميدياس والمينيمس والاوتر سيرفيس هذو تقريبا الاستيم فيها واحده سباين وزوز تيبرستي وهذه بداخل التريتر وهذه قدام الساكرا. اما الانسيرشن الحمد لله كلهم في الجريتر الا زوز اللي اولاد الزوز هم في الاليتيبيال تراكت تقريبا كله، لان هذه كلها في الاليتيبيال تراكت هي تطبعها بس. فيجي تفكر في الاكشن، خذ اول زوز اكستنشن، زوز اللي بعده ابدكشن، اللي قعدوا خمسه لاترال روتيشن، هيك ضمنت جلوتال ريجن فيها تسع عضلات. بعد جلوتال ريجن حنخشوا على الثاي. طبعا لو شفت انت على السريع البونز، البونز طيب هذه العضلات اللي بتجيب الحاط، هذا اللي بعده الخيرات. لو جينا وشفنا البونز هذا مكانهم ترتيبه، تنسر فاشيا لاتا، جلوتيوس مينيموس، ميديوس ماكسيموس، عندك هذو اربعه، نزل خمسه، مش هتلاقي بيريفورمس اللي طالع من ساكرا